في ظل حرارة مرتفعة يبقى الشاطئ وجهة مفضلة للعديد من الأشخاص، وشاطئ وادلاو الحاصل على اللواء الأزرق لثمان سنوات متتالية من ضمن الوجهات التي يقع عليها الاختيار للاستمتاع بالموسم الصيفي. فنا شاكر العلوي، وصل إمغري، وعبد العلي قنوني. متى اشتد الحر معلنا عن حلول موسم الاصطياف فلا غنى عن الشاطئ، وشاطئ وادلو من بين الوجهات المفضلة في قائمة عشاق البحر، ومن يقصد البحر بات ملزما بالحفاظ على نظافته والتحلي بسلوكية مواطنة اتجاه البيئة. جيت من مدينة طنجة، أجواء اليوم جينا الصباح لقينا الأجواء جد رائعة صراحة، البحر رائع لا من ناحية النظافة لا من ناحية الناس اللي خدامة هنايا، منقذين تبارك الله صراحة موجودين، معدات كل شيء، النظافة صراحة الناس راقيمة بأشغال ديالها. هنا أيام تطوان جينا نبحر هنا في وادلاو، يعني هنا بحر مزيون يعني وبحر نقي، وكنشجعوا الناس يعني يجيو هنا لوادلاو وفي نفس الوقت يعني يحافظوا على النظافة البحر. استقبال محبي شاطئ وادي لو الحائز على اللواء الأزرق لثمان سنوات متتالية يواكبه استعدادات مع انطلاق الموسم الصيفي، استعدادات تضمن لوادي لو حلة جميلة تساهم في الحفاظ على معايير الجودة بالشاطئ لترحيب يليق بزوار المكان. الاستعدادات اللي كنقوموا بها هو التثبيت ديال الممرات الشاطئيه، المظلات المجانيه، الابراج المراقبه، كذلك فتح المرافق الصحيه اللي كتواجد فيها كذلك المواد ديال التعقيم والمواد ديال النظافه. شاطئ وادي لو إذن على أهبة الاستعداد لاستقبال زواره للاستمتاع بالعطلة الصيفية، عطلة تحل من جديد في ظل استمرار الوباء بيننا لا يجب أن تغفل معها المعايير الوقائية لضمان الأمن الصحي للجميع.